بيطبخ لواحد. فعجبته راح كل كل ورك من الفرخة. وبعدين بيسيده ياكل. الله، فين الرقدة التانية بتاع الفرخة يا راجل؟ قال له ده الفرخة كان برجل واحد يا سيدي. قال له في فرخة برجل واحد؟ قال له اه. طيب تعال نشوف. راح عند الفراخ ليه فرخة واقفة برجل واحدة زي الطائر ده. زي الطائر اللي هو قال له ايه؟ قال لها هش. لها هش. راحت وقفت على رجلها الثانيه. شايف؟ قال له الله والله انا دبحتها من غير ما اقول له هش. الراجل عنده حق، دبحها من غير ما يقول له هش، هيجيب رجلي الثانيه منين؟ دبحته من غير ما اقول له هش.